هذا سائل يقول: الوالدة قدمت من الرياض بدون محرم، وكان معها أبناؤها الصغار، وأقامت في جدة 5 أيام ولم تحرم، وكانت ناوية العمرة من الرياض، وسمعت عن بعض المشايخ بأنه يجوز لها أن تحرم من جدة، فجاءت إلى مكة الآن وتريد أن تؤدي العمرة. أولا، قدومها من الرياض بدون محرم هذا حرام عليها، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، إلا ومعها ذو محرم، فلا يجوز لها السفر، وعليها التوبة ولا تعود لمثل هذا. والأطفال الصغار لا يكفون، ليسوا محرما، اشترط في المحرم أن يكون رجلا بالغا عاقلا، أما الطفل ومن دون البلوغ فلا يكون محرما. وأما قضية العمرة، إذا كانت ناوية العمرة من الرياض فإن ميقاتها ميقات أهل الرياض، وهو السيل أو وادي محرم، السيل الكبير، فعليها أنها ترجع للسيل وتحرم منه، لأن كان والواجب عليها من الأول أنها لما وصلت إلى الميقات تحرم منه ولا تتعداه، فعليها أنها ترجع إلى الميقات وتحرم منه. وإن تركت العمرة، العمرة ما هي بلازمة ولا هي بواجبة، لكن إن كان عندها محرم يوديها للسيل وتحرم منه فإنها ترجع إلى السيل وتحرم منه، وإن أحرمت من غيره يكون عليها فدية. نعم.